هي علاقة خاصة جدا. ان انا بالنسبة لي اول فيلم شاركت في بطولته او يعني كنت بطل فيه هو فيلم الوعد، وكنا بنصور جزء كبير جدا في طنجة، ومن احلى الايام اللي قضيتها فعلا في التصوير كان في طنجة، واشتغلت مع ناس بتشتغل من الصناعة هنا من الانتاج او من الناس اللي بتساعد على التصاريح كل ال فصراحة كان من الناس من أحلى ما يمكن في الشغل والتعامل والذوق والاحترافية. فبالنسبة لي المغرب تحتل يعني مكانة خاصة جدا، وخاصة أنا برضو كازابلانكا بتفكرني جدا باسكندرية، وأنا والدي اسكندراني، فأنا بحب يعني حابب جدا كازابلانكا، وإن شاء الله بكرة هاخد يعني عايز أشوف وأعرف أكتر منها. أحب دايما التجارب الجديدة، فأتمنى طبعا يعني أحب جدا أشارك طبعا حسب الموضوع وحسب الدور وحسب كل حاجة، بس يعني ما عنديش أي مانع، بالعكس أحب أجرب دايما. تحدي كبير علي إن أنا أغير من اللهجة اللي بكلمها أو في المحيط بتاعي، فأحب جدا ده طبعا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.